مسلم عن ثوبان رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وإني سألت ربي. هذه الكلمة وهذه الفائدة ينبغي ألا تمر مر الكرام دون أن يمعن النظر فيها. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم شفيقا على أمته فيلزم هذه الأمة ما يلي: أولا محبة النبي صلى الله عليه وسلم، هل جزاء الإحسان للإحسان. الأمر الثاني متابعته عليه الصلاة والسلام. الأمر الثالث الحذر من الوقوع فيما يخالف أمره عليه الصلاة والسلام. الأمر الرابع الوقوف بقوة في وجه من يعادي سنته عليه الصلاة والسلام أو يعادي شخصه الكريم.